قال رحمه الله: الشاكر الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين ويذكر من ذكره، ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله منه أكثر. الشاكر الشكور اسمان ثابتان في كتاب الله سبحانه وتعالى، أما الشاكر فجاء في موضعين من القرآن: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والشكور جاء في أربعة مواطن من كتاب الله جل وعلا. قال جل وعلا: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قال جل وعلا: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. قال جل وعلا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فالشكور جاء في أربعة مواطن، والشاكر جاء في موطنين. ولو تأملت هذه الست المواضع التي جاء فيها ذكر هذين الاسمين الشكور والشاكر تجد أنها في مواضع امتنان، مواضع امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده بإثابة المطيعين وتوفية الأجور ومضاعفة الثواب. وهذا مما يبين لنا معنى هذين الاسمين، معنى هذين الاسمين يعني يشكر للعامل عمله والمطيع طاعته والذاكر ذكره لله عز وجل والمقبل على الله إقباله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يشكر الله عز وجل العامل عمله فيثيبه عليه ويجزيه عليه خير الجزاء وأوفاه. والشكور لا يضيع عنده عمل العامل، لا يضيع أجر المحسنين أجر المؤمنين سبحانه وتعالى. والشكور يقبل اليسير والقليل من العمل ويثيب عليه الجزيل من الثواب. ولهذا قليل من العمل مع صلاح النية ثوابه عند الله عظيم، لأن الله شكور، لأن الله شكور. لكن إذا فسدت النية ولو كثر العمل رده على عامله، مثل ما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. من هدايات ودلالات هذا الاسم المضاعفة في الحسنات والأجور، هذا من معاني هذا الاسم وهداياته، يضاعف للعبد. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، الصيام لي وأنا أجزي بها، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، يضاعف. هذا من شكر الله سبحانه وتعالى للعامل عمله، يثيبه على عمله ويزيده ثوابا أضعافا مضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهو شكور سبحانه وتعالى، يثيب على الأعمال القليلة الأجور الكثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة أو تمرة أو عدل تمرة تلقاها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يجدها يوم القيامة مثل الجبل، حتى يجدها يوم القيامة مثل الجبل. نعم.